بسم الله الرحمن الرحيم. يسر الإدارة العامة للتوجيه والإرشاد بالمسجد الحرام أن تقدم لكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون. رحمه الله. قوله أيشركون أي في العبادة. قال المفسرون رحمهم الله: هذه الآية توبيخ وتعنيف للمشركين في عبادتهم مع الله تعالى ما لا يخلق شيئا وهو مخلوق، والمخلوق لا يكون شريكا للخالق في العبادة التي خلقهم لها. وبين أنهم لا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون، فكيف يشركون به من لا يستطيع نصر عابديه ولا نصر نفسه؟ وهذا برهان ظاهر على بطلان ما كانوا يعبدون ما كانوا يعبدونه من دون الله. وهذا وصف كل مخلوق، حتى الملائكة عليهم السلام والأنبياء عليهم السلام والصالحين رحمهم الله، وأشرف الخلق محمد صلى الله عليه وسلم قد كان يستنصر ربه، أي يطلب النصر من ربه على المشركين، ويقول صلى الله عليه وسلم: اللهم أنت عضدي ونصيري، بك أحول وبك أصول وبك أقاتل. قال المعلق: حديث حسن، رواه أبو داود والترمذي وابن حبان وأحمد رحمهم الله. وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب. وقال الشيخ الألباني: لا وجه عندي لتخريجه. وقوله تعالى: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. الله تعالى يقول للرسول صلى الله عليه وسلم: قل أيها الربي أيها النبي، لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. فالرسول صلى الله عليه وسلم لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا. وقوله تعالى: قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا، قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا إلا بلاغا من الله ورسالاته. فكفى بهذه الآيات برهانا على بطلان دعوة غير الله كائنا من كان، ودعاء غير الله باطل، غير الله لا يملك شيئا. إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. فإن كان نبيا أو صالحا فقد شرفه الله تعالى بإخلاص العبادة له والرضا به ربا ومعبودا، فكيف يجوز أن يجعل العابد معبودا
مع توجيه الخطاب إليه بالنهي عن هذا الشرك، كما قال تعالى: ولا تدعوا مع الله إلها آخر لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون جل جلاله. وقال تعالى: إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه. فقد أمر عباده من الأنبياء عليهم السلام والصالحين وغيرهم بإخلاص العبادة له وحده، ونهاهم أن يعبدوا معه غيره. وهذا هو دينه الذي بعث به رسله صلوات الله وسلامه عليهم، وأنزل به كتبه ورضيه لعباده، وهو دين الإسلام. كما روى البخاري رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه في سؤال جبريل عليه السلام قال: يا رسول الله، ما الإسلام؟ قال: الإسلام أن تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة المفروضة، وتصوم رمضان. الحديث رواه البخاري ومسلم رحمهم الله تعالى. وقوله تعالى: والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم. ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. قال المعلق في قرة العيون: يخبر الخبير الله عز وجل أن الملك له وحده، والملوك وجميع الخلق تحت تصرفه وتدبيره. ولهذا قال تعالى: والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. القطمير إذا شققت التمرة وظهرت النواة تجد على ظهر النواة لفافة خفيفة قطمير لا ينفع بشيء، فلا أحد يملكه هذا القطمير الحقير، ما يملكه أحد. فالله عز وجل هو مالك الملك، وهو المستحق للعبادة وحده لا شريك له. فلا تدعو إلا الله، فإن من كانت هذه صفته فلا يجوز أن يرغب في طلب نفع أو دفع ضر إلى أحد سواه تعالى وتقدس، بل يجب إخلاص الدعاء له الذي هو من أعظم أنواع العبادة. الدعاء من أعظم أنواع العبادة. وأخبر تعالى أن ما يدعوه أهل الشرك لا يملك شيئاً، وأنهم لا يسمعون دعاء من دعاهم، ولو فرض أنهم يسمعون فلا يستجيبون لداعيهم لأنهم لا يملكون شيئاً، وأنهم يوم القيامة يكفرون بشركهم، أي ينكرون ويتبرؤون ممن فعله معهم ذلك الدعاء شرك به، وأنه لا يغفره لمن لقيه به. فأهل الشرك ما صدقوا الخبير ولا أطاعوه فيما حكم به وشرع، بل قالوا: إن الميت يسمع ومع سماعه ينفع، هكذا يقول عباد القبور. فتركوا الإسلام والإيمان رأساً أي بالكلية، كما ترى عليه الأكثرين من جهلة هذه الأمة. كثير من الناس في كثير من البلدان يطوفون حول القبر ويدعون الميت ويطلبون حاجاتهم من الميت، وهذا كفر وشرك وضلال وعمى، نعوذ بالله. يخبر تعالى عن حال المدعوين من دونه من الملائكة عليهم السلام والأنبياء عليهم السلام والأصنام وغيرها، بما يدل على عجزهم وضعفهم، وأنهم قد انتفت عنهم الأسباب التي تكون في المدعو، وهي الملك وسماع الدعاء
والقدرة على استجابته. غير الله لا يملك شيء، ولا يسمع من دعاه، ولا يقدر على إعطاء من دعاه شيئا. فمتى لم توجد هذه الشروط تامة، وهي الملك وسماع الدعاء والقدرة على استجابته، فمتى لم توجد هذه الشروط تامة بطلت دعوته. فكيف إذا عدمت بالكلية؟ فنفى عنهم الملك بقوله: ما يملكون من قطمير. قال ابن عباس رضي الله عنهما ومجاهد وعكرمة وعطاء والحسن وقتادة رحمهم الله: القطمير اللفافة التي تكون على نواة التمر، كما قال تعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض شيئا ولا يستطيعون. وقال تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. فغير الله لا يملك شيئا. ونفى عنهم سماع الدعاء بقوله: إن تدعوهم لا يسمعوا، لأنهم ما بين ميت وغائب عنهم، مشتغل بما خلق له، مسخر بما أمر به كالملائكة عليهم السلام. ثم قال تعالى: ولو سمعوا ما استجابوا لكم، لأن ذلك ليس لهم، فإن الله تعالى لم يأذن لأحد من عباده في دعاء أحد منهم، لا استقلالا ولا واسطة، لا يدعونهم رأسا ولا يجعلونهم واسط، كما تقدم بعض أدلة ذلك. فلا يجوز دعاء غير الله، لا الملائكة عليهم السلام ولا الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام ولا غيرهم. وقوله تعالى: ويوم القيامة يكفرون بشرككم، هؤلاء الذين تعبدونهم يكفرون بشرككم، فتبين بهذا أن دعوة غير الله شرك. وقال تعالى: واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا، كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا. قال المعلق: وتبين أنهم كانوا يدعون عبادا صالحين يتبرؤون من الشرك الذي هو دعاء غير الله، ويتبرؤون من أولئك المشركين الزاعمين حب أولئك الصالحين وأنهم محسوبون عليهم، فهم يتبرؤون منهم. وقوله تعالى: ويوم القيامة يكفرون بشرككم، قال ابن كثير رحمه الله: يتبرؤون منكم، كما قال تعالى: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. الذي يدعو غير الله ضال، لا أحد أضل منه. ومن أضل، أي لا أحد أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. وقوله عز وجل: ولا ينبئك مثل خبير، أي ولا يخبرك بعواقب الأمور ومآلها وما تصير إليه مثل خبير بها، وهو الله عز وجل. قال قتادة رحمه الله، يعني نفسه تبارك وتعالى: ولا ينبئك مثل خبير، أي ولا ينبئك مثل الله أحد، فإنه أخبر بالواقع لا محالة. قلت: والمشركون لم يسلموا للعليم الخبير ما أخبر به عن معبوداتهم، فقالوا: تملك وتسمع وتستجيب
وتشفع لمن دعاها، هكذا يقول عباد القبور وهم كاذبون، ولم يلتفتوا إلى ما أخبر به الخبير الله عز وجل من أن كل معبود يعادي عابده يوم القيامة ويتبرأ منه، كما قال تعالى: ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا مكانكم أنتم وشركاؤكم فزيّلنا بينهم وقال شركاؤهم ما كنتم إيانا تعبدون. فكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم إن كنا عن عبادتكم لغافلين. هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت وردوا إلى الله مولاهم الحق وضل عنهم ما كانوا يفترون. قال المعلق: يعني قالوا ذلك بلسان حالهم لأنهم أصروا، أي المشركون، على دعائهم والاستغاثة بهم بعد أن وبخهم الله بأن الذي يستغاث به ويدعى لا بد أن يكون سميعاً بصيراً بيده الخير، والذي يدل على أنهم لم يكونوا يقولون ذلك بصريح القول ما حكى الله من جواب قوم إبراهيم عليه السلام وأبيه لما سألهم: هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون؟ فإنهم أعرضوا عن الجواب الصريح عن السؤال وقالوا: بل وجدنا آباءنا لها عابدين كذلك يفعلون. فجوابهم هذا حيوة، فجوابهم هذا حيدة، أي ميل عن الجواب المطابق للسؤال. أخرج ابن جرير رحمه الله عن ابن جريج قال: قال مجاهد رحمه الله: إن كنا عن عبادتكم لغافلين. قال: يقول ذلك كل شيء كان يعبد من دون الله، يقولون لمن عبدهم: إن كنا عن عبادتكم لغافلين، ما ندري عنكم ولا سمعناكم ولا نعلم ذلك. فالكيس أي العاقل يستقبل هذه الآيات التي هي الحجة والنور والبرهان بالإيمان والقبول والعمل، فيجرد أعماله لله وحده دون كل ما سواه ممن لا يملك لنفسه نفعا ولا دفعا فضلا عن غيره. وفي الصحيح عن أنس رضي الله عنه قال: شج النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وكسرت رباعيته صلى الله عليه وسلم، فقال: كيف يفلح قوم شجوا نبيهم؟ فنزلت: ليس لك من الأمر شيء. الله أكبر. الرسول عليه الصلاة والسلام شج يوم أحد وكسرت رباعيته، فقال: كيف يفلح قوم شجوا نبيهم؟ فنزلت: ليس لك من الأمر شيء. اصبر، ما لك من الأمر شيء. فالرسول عليه الصلاة والسلام ليس له من الأمر شيء، فالأمر كله لله عز وجل، والرسول لا يقدر أن يدفع عن نفسه الضر. قالوا: قوله في الصحيح، أي الصحيحين، علقه البخاري رحمه الله، قال: وقال حميد وثابت عن أنس رضي الله عنه، ووصله أحمد والترمذي والنسائي عن حميد عن أنس رضي الله عنه، ووصله مسلم رحمه الله عن ثابت عن أنس رضي الله عنه، وقال ابن إسحاق رحمه الله في المغازي: حدثنا حميد الطويل عن أنس رضي الله عنه قال: كسرت رباعية النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وشج وجهه، فجعل الدم يسيل على وجهه صلى الله عليه وسلم، وجعل يمسح الدم وهو يقول:
كيف يفلح قوم غضبوا وجه نبيهم وهو يدعوهم إلى ربهم؟ فأنزل الله الآية: ليس لك من الأمر شيء. الله أكبر. قوله: شج النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو السعادات: الشج في الرأس خاص، الشج الجرح في الرأس خاص في الأصل، وهو أن يضربه بشيء فيخرفها فيجرحه فيه ويشقه، ثم استعمل الشج في غيره، في غير الرأس من الأعضاء. وذكر ابن هشام رحمه الله من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن عتبة بن أبي وقاص هو الذي كسر رباعية النبي صلى الله عليه وسلم السفلى، وجرح شق شفته العليا، وأن عبد الله بن شهاب الزهري هو الذي شجه في وجهه صلى الله عليه وسلم، وأن عبد الله بن قمئة جرحه في وجنته، الوجنة أعلى الخد، فدخلت حلقتان من حلق المغفر الذي يلبس على الرأس في وجنته، وأن مالك بن سنان رضي الله عنه مص الدم من وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم وازدرده، أي ابتلعه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لن تمسك النار. فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يملك النفع ولا الدفع صلى الله عليه وسلم. فيجب أن نخلص العبادة لله ولا نشرك به شيئا. قال القرطبي رحمه الله: والرباعية بفتح الراء وتخفيف الياء، وهي كل سن بعد ثنية. السن الذي بعد الثنية يقال له رباع. قال النووي رحمه الله: وللإنسان أربع رباعيات. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: والمراد أنها كسرت، يعني لم تقنع بالكلية بل كسرت، فذهب منها فلقة أي جزء ولم تقلع من أصلها صلى الله عليه وسلم. قال النووي رحمه الله: وفي هذا وقوع الأسقام الأمراض والابتلاء بالأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم، لينالوا بذلك جزيل الأجر والثواب، ولتعرف الأمم ما أصابهم ويأتسوا بهم. قال القاضي رحمه الله: وليعلم أنهم من البشر تصيبهم محن الدنيا، ويطرأ على أجسامهم ما يطرأ على أجسام البشر، ليتيقن أنهم مخلوقون، الأنبياء والرسل مخلوقون مربوبون، ولا يفتتن بما ظهر على أيديهم من المعجزات، ويلبس الشيطان من أمرهم ما لبسه على النصارى وغيرهم. قلت يعني من الغلو والعبادة، فالأنبياء والرسل لا يملكون ضرًا ولا نفعًا، إنما يبلغون رسالات الله، ويجب تصديقهم وطاعتهم واتباعهم عليهم الصلاة والسلام. قوله: يوم أحد هو شرقي المدينة، جبل شرقي المدينة. قال صلى الله عليه وسلم: أحد جبل يحبنا ونحبه. الجماد جعل الله تعالى فيه شعور يحب المؤمنين ويحب الرسول صلى الله عليه وسلم، والرسول صلى الله عليه وسلم والمؤمنون يحبونه، وهو جبل معروف كانت عنده الواقعة المشهورة أي غزوة أحد فأضيفت إليه. قوله: كيف يفلح قوم شجوا نبيهم صلى الله عليه وسلم؟ زاد مسلم: كسروا رباعيته وأدموا وجهه صلى الله عليه وسلم. قوله: فأنزل الله: ليس لك من الأمر شيء. الله تعالى أنزل: ليس لك من الأمر شيء، أيها الرسول اصبر، ليس لك من الأمر شيء. في قرة العيون، وقد قال تعالى: قل إن الأمر كله لله. وقال تعالى:
ألا له الخلق والأمر، تبارك الله رب العالمين. والآيات في هذا المعنى كثيرة، والمقصود أن الذي له الأمر كله والملك كله لا يستحق غيره شيئاً من العباد. ولهذا المعنى قال لنبيه صلى الله عليه وسلم: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. هداية القلوب، التوفيق لقبول الحق، ما يملكه إلا الله. الرسول صلى الله عليه وسلم ما يقدر يوفق من شاء، إنما يبين. أما التوفيق لقبول الحق بيد الله عز وجل. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. اللهم ثبتنا على الهدى يا رب العالمين، وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات. فالذي ليس له من الأمر شيء وهو خيرة الله من خلقه، ما زال يدعو الناس أن يخلصوا العبادة للذي له الأمر كله وهو الله تعالى. فهذا دينه صلى الله عليه وسلم الذي بعث به وأمر أن يبلغه أمته ويدعوهم إليه، كما تقدم في باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله. فإياك أن تتبع سبلاً غير سبيل المؤمنين الذي شرعه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم لهم وخصهم به. فأنزل الله: ليس لك من الأمر شيء. قال ابن عطية رحمه الله: كأن النبي صلى الله عليه وسلم لحقه في تلك الحال يأس من فلاح قريش، فقيل له بسبب ذلك: ليس لك من الأمر شيء، أي عواقب الأمور بيد الله، فامضي أنت لشأنك، أي لتبليغ الرسالة، ودم على الدعاء لربك. وقال ابن إسحاق رحمه الله: ليس لك من الأمر شيء في عبادي إلا ما أمرتك به فيهم، وهو التبليغ. قوله وفيه عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا رفع رأسه من الركوع في الركعة الأخيرة من الفجر: اللهم لعن فلاناً وفلاناً، يعني من المشركين، بعدما يقول: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد. فأنزل الله: ليس لك من الأمر شيء. وفي رواية يدعو على صفوان بن أمية وسهيل بن عمرو والحارث بن هشام، فنزلت: ليس لك من الأمر شيء. وهؤلاء هداهم الله وتابوا، صفوان بن أمية وسهيل بن عمرو والحارث بن هشام أسلموا هداهم الله. وقوله وفيه، أي في صحيح البخاري ورواه النسائي رحمه الله، قوله عن ابن عمر رضي الله عنهما هو عبد الله ابن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه، صحابي جليل شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصلاح، ومات سنة 73 في آخرها رضي الله تعالى عنه، أو في أول التي تليها. قوله إنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا القنوت على هؤلاء المشركين بعدما شج وكسرت رباعيته يوم أحد. قوله اللهم لعن فلانا وفلانا، أي من المشركين. قال أبو السعادات: أصل اللعن الطرد والإبعاد من الله ومن الخلق السب والدعاء. وتقدم كلام الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. قوله فلانا وفلانا، يعني صفوان بن أمية وسهيل بن عمرو والحارث بن هشام كما بينه في الرواية الآتية. وفيه جواز الدعاء على المشركين بأعيانهم في الصلاة، وأن ذلك لا يضر في الصلاة. قوله بعدما يقول سمع الله لمن حمده، قال أبو السعادات:
رحمه الله. سمع الله لمن حمده أي أجاب حمده، سمع الله لمن حمده أي أجاب الله حمد من حمده، أي أجاب حمده وتقبله. وقال السهيلي رحمه الله: مفعول سمع محذوف، لأن السمع متعلق بالأقوال والأصوات دون غيرها، فاللام تؤذن بمعنى زائد وهو الاستجابة للسمع، فاجتمع في الكلمة الإيجاز والدلالة على الزائد وهو الاستجابة لمن حمده. وقال ابن القيم رحمه الله: ما معناه سمع الله لمن حمده باللام المتضمنة معنى استجاب له ولا حذف، وإنما هو متضمن قوله ربنا لك الحمد. وفي بعض روايات البخاري بإسقاط الواو. قال ابن دقيق العيد رحمه الله: كأن إثباتها دال على معنى زائد، لأنه يكون التقدير ربنا استجب ولك الحمد، فيشتمل على معنى الدعاء ومعنى الخبر. قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: والحمد ضد الذم، والحمد يكون على محاسن المحمود مع المحبة له، تحمده على محاسنه أي على ما اتصف به من صفات الكمال والجلال وما أنعم، كما أن الذم يكون على مساويه مع البغض له. وكذا قال ابن القيم رحمه الله: وفرق بينه وبين المدح، الفرق بين الحمد وبين المدح بأن وبين المدح بأن الإخبار عن محاسن الغير إما أن يكون إخباراً مجرداً عن حب وإرادة، أو يكون مقروناً بحبه وإرادته، فإن كان الأول مجرداً عن حب وإرادة فهو المدح، لا يكون معه محبة ولا إرادة، وإن كان الثاني مع المحبة والإرادة فهو الحمد. الحمد يكون مع بيان محاسن المحبوب وحبه وإرادته، فالحمد إخبار عن محاسن المحمود مع حبه وإجلاله وتعظيمه لله الحمد، ولهذا كان خبراً يتضمن الإنشاء بخلاف المدح، فإنه خبر مجرد، فالقائل إذا قال الحمد لله أو قال ربنا ولك الحمد تضمن كلامه الخبر عن كل ما يحمد عليه تعالى، جميع صفات الكمال والجلال والعظم، باسم جامع محيط متضمن لكل فرد من أفراد الجملة المحققة والمقدرة، وذلك يستلزم إثبات كل كمال يحمد عليه الرب تبارك وتعالى. ولهذا لا تصلح هذه اللفظة على هذا الوجه، ولا تنبغي إلا لمن هذا شأنه وهو الحميد المجيد جل وعلا. الحمد لله لا يقال هذا إلا لله جل جلاله. وفيه التصريح بأن الإمام في الصلاة يجمع بين التسميع والتحميد، الإمام يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، وهو قول الشافعي وأحمد رحمهم الله، وخالف في ذلك مالك وأبو حنيفة رحمهم الله، وقال يقتصر الإمام على سمع الله لمن حمده. والحديث دل أن الإمام يجمع بين سمع الله لمن حمده وربنا لك الحمد. قوله وفي رواية يدعو على صفوان بن أمية وسهيل بن عمرو والحارث بن هشام، وذلك لأنهم رؤوس المشركين يوم أحد، هم وأبو سفيان بن حرب، فما استجيب له صلى الله عليه وسلم فيهم، بل أنزل الله ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم، فتاب عليهم
صفوان بن أمية وسهيل بن عمرو والحارث بن هشام وأبو سفيان تاب الله عليهم فأسلموا وحسن إسلامهم، وفي رضي الله عنهم، وفي كله معنى شهادة أن لا إله إلا الله الذي له الأمر كله يهدي من يشاء بفضله ورحمته. اللهم ثبتنا على الهدى يا ذا الجلال والإكرام وأهلنا وأولادنا والمسلمين، ويضل من يشاء بعدله وحكمته سبحانه وتعالى. وفي هذا الحديث وفي هذا من الحجج والبراهين ما يبين بطلان ما يعتقده عباد القبور في الأولياء والصالحين، بل في الطواغيت، من أنهم ينفعون من دعاهم، من أنهم ينتفعون من دعائهم ويمنعون من لاذ بحماهم. فسبحان من حال بينهم وبين فهم الكتاب. المشركون ما فهموا كتاب الله، وذلك عدله سبحانه، وهو الذي يحول بين المرء وقلبه، وبه الحول والقوة. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك يا ذا الجلال والإكرام. بسم الله الرحمن الرحيم. قال شيخ الإسلام الإمام ابن تيمية رحمه الله في العقيدة الواسطية: لأنه سبحانه لا سمي له ولا كفء له ولا ند له. الله تبارك وتعالى لا سمي له ولا كفء له ولا ند له. قال الشيخ محمد خليل الراس رحمه الله: تعليل لقوله فيما تقدم إخبارا عن أهل السنة والجماعة لا يكيفون ولا يمثلون. أهل السنة والجماعة لا يكيفون أسماء الله وصفات الله ولا يمثلون، بل يؤمنون ويثبتون المعنى على ما يليق بجلاله سبحانه وتعالى. ومعنى لا سمي له أي لا نظير له يستحق مثل اسمه، لا مثيل لله عز وجل، بل هو الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لا سمي له أي لا نظير له أي لا مثيل له يستحق مثل اسمه، أو لا مسامي له أي مفاخر يساميه. وقد دل على نفيه على نفي الند والنظير قوله تعالى في سورة مريم: هل تعلم له سميا، أي لا سمي لله لا مثيل لله. فإن الاستفهام هنا إنكاري معناه النفي. هل تعلم له سميا، أي لا سمي له لا مثيل له جل جلاله. وليس المراد من نفي السميع أن غيره لا يسمى بمثل أسمائه، فإن هناك أسماء مشتركة بينه وبين خلقه، ولكن المقصود أن هذه الأسماء إذا سمي الله بها كان معناها مختصاً به لا يشركه فيه غيره. فإن الاشتراك إنما هو في مفهوم الاسم الكلي، وهذا لا وجود له إلا في الذهن، وأما في الخارج أي في الواقع فلا يكون المعنى إلا جزئياً مختصاً، وذلك بحسب ما يضاف إليه. فإن أضيف إلى الرب كان مختصاً به لا يشاركه فيه العبد، وإن أضيف إلى العبد كان مختصاً به لا يشاركه فيه الرب جل وعلا. وأما الكفء فهو المكافئ المساوي، فالله لا كفء له أي لا مساوي له. وقد دل على نفيه قوله تعالى: ولم يكن له كفواً أحد، أي لا كفء له لا مساوي له جل جلاله.
وأما الند فمعناه المساوي المناوي، المساوي المعادي، فالله لا ند له. قال تعالى: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. فالله لا ند له، لا معادي له، بل هو الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد جل جلاله. ولا يقاس بخلقه سبحانه وتعالى، لا يقاس الله بالمخلوق جل جلاله. فالمقصود به أنه لا يجوز استعمال شيء من الأقيسة جمع قياس التي تقتضي المماثلة والمساواة بين المقيس والمقيس عليه في الشؤون الإلهية. لا يجوز أن يقاس الخالق بالمخلوق، وذلك مثل قياس التمثيل الذي يعرفه علماء الأصول أصول الفقه بأنه إلحاق فرع بأصل في حكم جامع، هذا قياس التمثيل. فلا يجوز قياس التمثيل في الله عز وجل كإلحاق النبيذ بالخمر في الحرمة لاشتراكهما في علة الحكم وهي الإسكار. فقياس التمثيل لا يجوز استعماله في حق الله، فالله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير جل وعلا. فقياس التمثيل مبني على وجود مماثلة بين الفرع والأصل، والله عز وجل لا يجوز أن يمثل بشيء من خلقه. ومثل قياس الشمول المعروف عند المناطق عند أهل المنطق بأنه الاستدلال بكلي على جزئي بواسطة اندراج أي دخول ذلك الجزء مع غيره تحت هذا الكل، هذا قياس الشمول، وفيه تمثيل جزئي، فهذا لا يجوز استعماله في حق الله تعالى. فهذا القياس مبني على استواء الأفراد المندرجة أي الداخلة تحت هذا الكل، ولذلك يحكم على كل منها بما حكم به عليه. ومعلوم أنه لا مساواة بين الله عز وجل وبين شيء من خلقه سبحانه وتعالى، وإنما يستعمل في حقه تعالى قياس الأولى، وإنما يستعمل في حقه تعالى قياس الأولى. ومضمونه أن كل كمال ثبت للمخلوق وأمكن أن يتصف به الخالق فالخالق أولى به، فالخالق أولى به من المخلوق، وكل نقص تنزه عنه المخلوق فالخالق أحق بالتنزه منه بالتنزه عنه. وكذلك قاعدة الكمال التي تقول إنه إذا قدر اثنان أحدهما موصوف بصفة كمال والآخر يمتنع عليه أن يتصف بتلك الصفة كان الأول أكمل من الثاني، فيجب إثبات مثل تلك الصفة لله ما دام وجودها كمالاً وعدمها نقصاً. فالله جل وعلا لا سمي له ولا كفء له ولا ند له، بل هو الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد جل جلاله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. قال الشيخ عبد العزيز بن محمد السلمان رحمه الله في المناهل الحسان: فصل، صفحة 107، صفحة 107. فصل فيما يستحب أن يقوله
أو يفعله، يعني الصائم، يستحب أن يتسحر للصوم، يستحب أن يتسحر الصائم، يأكل طعام السحور قبيل الفجر بقليل ليعينه على الصيام والعبادة. فالسحور سنة وبركة، لما ورد عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تسحروا فإن في السحور بركة. فبعض الناس هدانا الله وإياهم ساعة 12 يتعشى وينام، ما يدري عن الفجر ولا يدري عن السحور ولا يدري عن شيء، ويضيع على نفسه الفائدة. فإذا جاء مثل هذا الوقت يسب ويضرب ويلعن لأنه يحس بالجوع. لو فعل السنة لسلم من هذه المشاكل. فالسحور بركة، تسحر قبل الفجر بقليل يعينك الله عز وجل على الصيام والعبادة. وعن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر. الفرق بيننا وبين أهل الكتاب أكل السحور، فالمسلمون يتسحرون اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. إن فصل، أي فرق ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر. أخر السحور إلى قبل الفجر بساعة نصف ساعة. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله وملائكته يصلون على المتسحرين. صلاة الله ثناؤه، الله يصلي أي يثني على المؤمنين الذين يعملون بالسنة، والملائكة يدعون للمؤمنين المتسحرين. وعن العرباض بن سارية رضي الله عنه قال: دعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى السحور في رمضان فقال: هلم إلى الغداء المبارك. فالرسول عليه الصلاة والسلام سمى السحور الغداء المبارك، الله يجعل فيه بركة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم سحور المؤمن التمر، نعم سحور المؤمن التمر. فإذا أكلت التمر يكون سحورا، يجعل الله فيه بركة. وينبغي أن يخفف عشاءه، ينبغي للمسلم أن يخفف عشاءه في ليالي رمضان ليهضم طعامه قبل السحور، ولأن الامتلاء من الطعام ربما يكون سببا للتخم وهو المرض. وعن المقدام ابن معدي كرب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطنه، ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطنه، بحسب ابن آدم أكلات يقمن صلبه، فإن كان لا محالة فثلث طعام وثلث شراب وثلث نفس. فلو عملنا بهذا الإرشاد النبوي لسلمنا من كثير من الأمراض. فالبعض منا يملأ البرميل بدون حساب ثم يجري إلى المستشفى، فلو حاسب نفسه ثلث طعام وثلث شراب وثلث نفس سلم من كثير من الأمراض في رمضان وغير رمضان. والشبع مذموم لأنه يوجب تكاسل البدن وكثرة النوم وبلادة الذهن، يعني ضعف الفهم،
وذلك يكثر البخار في الرأس حتى يغطي موضع الذكر والفكر، والبطن أي امتلاء البطن تذهب الفطنة أي تذهب الفهم، وتجلب أمراضاً عسرة، ومقام العدل أن لا يأكل حتى تصدق شهوته، أن لا يأكل إلا إذا حس بالجوع، ومقام العدل أن لا يأكل حتى تصدق شهوته يعني بالجوع، وأن يرفع يده وهو يشتهي يعني يحاسب، ونهاية مقام الحسن قوله تعالى كلوا واشربوا ولا تسرفوا، وقوله صلى الله عليه وسلم ثلث طعام وثلث شراب وثلث نفس. والأكل على مقام العدل يصح البدن ويبعد المرض بإذن الله، ويقلل النوم ويخفف المؤونة ويرقق القلب ويصفيه، فتحسن فكرته وتسهل الحركات والتعبيرات، والشبع يميت القلب ومنه يكون الفرح والمرح والضحك. ويستحب تأخير السحور لما ورد عن أنس بن مالك عن زيد بن ثابت رضي الله عنهما قال تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قام إلى الصلاة. قال أنس قلت لزيد كم كان بين الأذان والسحور؟ قال قدر 50 آية، يعني قبل الأذان بنصف ساعة أو بساعة. ولما ورد في البخاري رحمه الله عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال كنت أتسحر في أهلي ثم تكون سرعتي أن أدرك السجود مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني يؤخر السحور قبل الفجر بقليل. وعن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر وأخروا السحور، ما زال المسلمون يعجلون الفطر إذا غربت الشمس وتأكدوا أفطروا، ويؤخرون السحور قبل الفجر بقليل. وعن ابن عطية قال دخلت أنا ومسروق على عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها فقلنا يا أم المؤمنين رجلان من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أحدهما يعجل الإفطار يعني إذا غربت الشمس ويعجل الصلاة، والآخر يؤخر الإفطار ويؤخر الصلاة. قالت أيهما يعجل الإفطار ويعجل الصلاة؟ قلنا عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه. قالت هكذا صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم، والآخر أبو موسى رضي الله عنه. ولأن السحور يراد به التقوي على الصوم فكان التأخير أبلغ في ذلك وأولى. ويسن تعجيل الفطر إذا تحقق الغروب أي غروب الشمس، لما ورد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال الله عز وجل إن أحب عبادي إلي أعجلهم فطرا، إذا غربت الشمس وتأكدت من الغروب افطر. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزال الدين ظاهرا ما عجل الناس الفطرة، لأن اليهود والنصارى يؤخرون. ولحديث سهل وحديث أبي عطية وقد تقدم رضي الله عنهما قريبا. ويسن أن يكون فطره على رطب، فإن عدم فتمر فإن عدم فماء، لما ورد عن أنس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر على رطبات قبل أن يصلي،
فإن لم تكن رطبات فتمرات، فإن لم تكن تمرات حسى حسوات من ماء، صلى الله عليه وسلم. وعن سلمان بن عامر الضبي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر فإنه بركة، فإن لم يجد تمرًا فالماء فإنه طهور. والفطر قبل صلاة المغرب أفضل، لحديث أنس رضي الله عنه قال: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي حتى يفطر ولو شربة ماء، ولو شربة ماء. ويستحب قول الصائم عند فطره: اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت، سبحانك وبحمدك، اللهم تقبل مني إنك أنت السميع العليم. لما ورد عن معاذ بن زهرة رحمه الله أنه بلغه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أفطر قال: ذهب الظمأ أي العطش وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال للصائم عند فطره: للصائم عند فطره دعوة لا ترد. ولحديثي ابن عباس وأنس رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أفطر قال: اللهم لك صمنا وعلى رزقك أفطرنا، اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم. وعن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما قال: أفطر رسول الله صلى الله عليه وسلم عند سعد بن معاذ رضي الله عنه فقال: أفطر عندكم الصائمون وأكل طعامكم الأبرار وصلت عليكم الملائكة. وعلى الإنسان أن يجتهد أن يكون فطره على حلال، رزق حلال، وأن يحذر أن يكون على حرام، فإن أكل الحرام من جملة موانع قبول الدعاء. نعوذ بالله، اللهم أغننا بحلالك عن حرامك وبفضلك عمن سواك. فقد ورد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله طيب ولا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال عز وجل: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، وقال: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء ويقول: يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب له؟ أي كيف يستجاب له؟ نعوذ بالله. فعلينا أن نجتنب الحرام. وفي الحديث: ألا إن أول ما ينتن من الإنسان بطنه، أول ما يعفن من الإنسان بطنه، فمن استطاع أن لا يأكل إلا طيباً فليفعل. الحديث. ومن آداب الدعاء أن يكون من صميم القلب، أي من قلب حاضر خاشع. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، ادعوا الله وأنت مستيقن أن الله يجيبك، ادعوني أستجب لكم، له الحمد سبحانه. واعلموا أنه لا يستجاب دعاء من قلب غافل لاهن. إذا كان قلبك غافل، لسانك يتكلم وقلبك غافل، هذا الدعاء لا يستجاب. واعلموا أنه لا يستجاب دعاء من قلب غافل لاهن، وأن يكون دعاءه في السراء والضراء، دائما ادعوا الله في جميع الحالات.
فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سره أن يستجيب الله له عند الشدائد والكرب فليكثر الدعاء في الرخاء، وأن يكون بالتضرع بالرغبة والرهبة. قال الله تعالى: ادعوا ربكم تضرعاً وخفية. وقال تعالى: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغباً ورهباً وكانوا لنا خاشعين. وقال في حق يونس عليه السلام: فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه، أي في بطن الحوت، إلى يوم يبعثون. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. وأن يفتتح الدعاء بالثناء على الله، يحمد الله ويثني على الله، والصلاة على نبيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. روى الترمذي رحمه الله وغيره عن فضالة بن عبيد رضي الله عنه قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم قاعد، إذ دخل رجل فصلى فقال: اللهم اغفر لي وارحمني. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عجلت أيها المصلي، إذا صليت فقعدت، يعني للتشهد، فاحمد الله بما هو أهله وصلي علي ثم ادعوه. قال: ثم صلى رجل آخر بعد ذلك فحمد الله وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أيها المصلي، ادعو تجب، ابدأ بحمد الله والثناء على الله وصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم اطلب حاجتك من الله. وعن عمر رضي الله عنه قال: إن الدعاء موقوف بين السماء والأرض، لا يصعد منه شيء حتى تصلي على نبيك صلى الله عليه وسلم. وأن يخفى الدعاء، يعني تدعو بصوت خفي بينك وبين ربك. قال الحسن رحمه الله: بين دعوة السر ودعوة العلانية 70 ضعفاً، فينبغي أن ندعو سراً، وإن كان الرجل لقد جمع القرآن وما يشعر به الناس، يعني سراً، وإن كان الرجل لقد فقه الفقه الكثير وما يشعر به الناس، يعني ما أحد يدري عنه، وإن كان الرجل ليصلي الصلاة الطويلة في بيته وعنده الزوار ما يشعرون به. ولقد أدركنا أقواماً ما كان على الأرض من عمل يقدرون أن يعملوه بالسر فيكون علانية أبدا. ولقد كان المسلمون يجتهدون في الدعاء وما يسمع صوت إن كان إلا همسا بينهم وبين ربهم، وذلك أن الله تعالى يقول: ادعوا ربكم تضرعا وخفية. وذلك أن الله ذكر عبدا صالحا رضي فعله فقال: إذ نادى ربه نداءً خفيًّا. وسبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلامٌ على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.